بالنسبة لقيس سعيد لو يوضح بعض المسائل أو يبحث عن توافقات مع حزب البديل التونسي في علاقة بأرضية عمل مشترك ممكن تفتح عليه؟ لحظة، ماناش باش نلوجوا معاه على توافقات. هو السيد اختار عنده خطة العمل نتاعه واضحة، واضح، وقال علنا، قال أنا لا أسعى للتوافقات لحتيك، دونك وإحنا محترمين إرادته للآخر. على ضوء برنامجه والتحديد، خاطر تو البيان اللي هبط وانا قريته البيان نتاعو الانتخابي، بين غامض معناه، وقت اللي يقدم برنامج كامل ويوضح عديد الاشكاليات المتعلقه به. غامض وسام سعيدي يعني حسب ما نفهم من كلامك، وانه توانسه اليوم 600,000 واش اللي صوتوا لقيس سعيد، صوتوا لبرنامج غامض، صوتوا للمجهول. لا لا فهمني، هما قلت لك صوتوا تصويت عقابي، ما صوتوش على برنامج يعني في تقديرك، صوتوا لرجل، وانا لهنا نقول لهم صحيح الرجل معناها معروف اولا بنظافه اليد وانه محترم وانه في سلوكه يسلك كان سلوك مستقيم، هذه ما نناقشها فيها حتى حد، ما يعرفوه حتى الطلبه اللي قراوا عنده ولا الزملاء والاستراء يشهدوا له بالاستقامه. دونك صوتوا لشخص، صوتوا لشخص زاد ارفع لهم شعارات عاليه واضحه. احنا الشعارات هذيك وقت نشوفوه كيفاش تقدم برنامج يشرح لنا كيف ستنفذ، على قاعده يتم التفاعل معها. دونك هذيك علاش قلنا راهو هويه غامضه في انتظار التوضيحات هذه لكل حادث حديث. طيب شو موقفكم اليوم كبديل تونسي وسام سعيد القيادي في الحزب من الناس اللي تحذر وتقول لك الجمهوريه في خطر، الدوله الوطنيه في خطر، مكتسباتنا في خطر، الحقوق والحريات في خطر؟ لا لا اسمعني، مانيش باش ندخلوا في نخرطوا في السياق هذايا، وعلى خاطر التوانسه صوتوا لقيس سعيد باش يقولوا لهم الجمهوريه ليست في خطر ومن نجم حتى حد يمسها. ايضا هويه التوانسه ليست في خطر، المليون امراه الموجودين ديما والمناضلات اللي هبطوا للشارع، وايضا الرجال نتاع تونس يخليه وراي شوف حكايه الهويه وحكايه النمط المجتمعي راه حتى حد ما ينجم يغيره وحتى حد ما ينجم يمسه، هذوكم التوانسه واضح. دونك ما نعتبروش في خطر، ما نبداوش نفجعوا في العباد بدون ما ثم اسس، ونحبوا نلفقوا، لا نعتبروا قيس سعيد ما نعتبروش تهديد عليه، عليه الراجل نحبوا نظلموه، مختلفين معنا نعتبروا غامض ما عندوش برنامج يتطابق مع رؤيتنا للاشياء، لكن في نفس الوقت من غير ما نفجعوا التوانسه وندخلوا في المنزلقات هذيك نتاع انه والله لا وراو بيه وعليه، لا بيه لا عليه، اختاروا التوانسه، والتوانسه هذوكم اللي اختاروه ما يخوفوش تونس، والتوانسه والشابات والشبان اللي اختاروه ما يمثلوش حتى خطر على تونس.